بلبل محمد زيادة في 1963 بمدينة طنطال مسكن الجنوب. التحقت بالشركة ديال الصومال في 1997 على طريق العمالة ديال البلاد، علمونا نخدمو الديبرور، خدمة دربونا على الخدمة ديال الديبرور من عام 1997 وانا كنخدم في الديبرور حتى 2003. ما خليت منطقة في الجنوب ما خدمت فيها الديبرور، من بوجدور حتى لاكادير، سيدي يفني، طرفايا، طنطا، العيون. هاد الخدمة اللي كنخدمو تيترابول، بلوك، البوز، جميع المسائل كاع اللي كيتعلق بالشركة كنخدموها، ولكن هاد الناس ما كانوا كيعطونا حتى شي تعويض على هادشي، ما كاين حتى شي تعويض. حنا بغينا غير نخدمو ونعيشو وليداتنا ونعيشو، لأننا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبقينا خدامين هاد المدة ديال 23 سنة والشركة مستغنة، كتستغل فينا بدون كونترادا، بدون ما نسنو حتى شي حاجة، ما عمرنا سنينا شي ورقة حتى 2017 2018. كنا في الشركة ديال لاحونا، هاد الشركة ديال لاحونا دوزنا فيها 5 سنين. نهار اللي علن صاحب الجلالة ناصر الله بأن في أي شركة اللي دوز 5 سنين يترسم، هاد الناس ما رسموناش، خلاو حتى العيد الكبير اللي كيعرفوا كيفرحوا به المسلمين وما بغاوش يخلصوها، غاسني هاد الورقة يا بغيتي تشد الفلوس. شفنا حنا حتى اضطرينا حتى عينا ما خليناش، ومع ديك الساعة كانت الحكومة شوية ديال بن كيران ما باقي ما تشكلت، واستغلوا هما الظروف مع الحكومة ما مشكلاش، ومع العيد الكبير جابوا الدكتلوات من 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 البلدية سيدي إيفن، جابوهم للإدارة وكتبوا، ولاو كيكتبوا يا بغيتي الفلوس كتب، وسنينا وشديتو الفلوس وسنات الناس، حتى أنا من دوك الناس اللي سنينا. ولكن هاد الناس، هاد الناس داروا معايا مع مدين ندوز معاهم هاد المدة، داروا معايا بأنهم نبقى خدام معاهم حتى نشد لانتريت، ولكن هاد الناس ما شديت معاهم لا لانتريت لا والو. هاد الناس حاولوا ينتقموا منا حنا وبزاف ديال الضحايا ديال الدراري ديال الشركة اللي خدموا معايا، وكاين اللي فيهم شد لانتريت. وبقينا خدامين حتى نهار 2006، نفس المشكل، قرب العيد الكبير جابوا لنا الوراق قالوا لنا سنو سنينا باش نشدو الفلوس باش نمشيو عند وليداتنا باش نعيدو. واحد سنينا عطينا الفلوس كما العاده باش نشدو الفلوس، واحد شويه جاتنا الورقه، جابوا لنا واحد الورقه اخرى. هاد الورقه جينا نعطينا السيد كيقراها معنا، ما قاري، ما عطيت السيد كيقرا قال لي عندك فقدان الشغل، الشركه جرات عليك طردتك. وهاد الناس كيلعبوا علينا هذه المده ديال 23 سنه. ومؤخرا كملنا سيدي يفني، جي الديبو صيفطوني سيدي يفني عساس 7 شهور على الماتيريال ديال السوماجيك، قالوا لي غادي تريح تما حتى تشد لانتريت ديالك. الساعة اللي بقيت عساس 7 شهور وهزت السوماجيك الماتيريال ديالها، حيدوني انا وجابوا جوج اخرين، هاهما قاعدين عساسين بلاصتي انايا، انا اللي خاصني نكون عساس تمام حدا الماتيريال، خايفين نهار اللي مشى الماتيريال حيدوني انا وجابوني تاني للديبو. بقيت خدام في الديبو كنديروا الدلاج، حتى كمل الدلاج حيدونا عاوتاني انا، كاع جراو عليا طردوني وجابوا ناس اخرين بحاليا هما دايرين الدلاج. ودابا انا راه ما خدام ما ردام، والقضيه ديالنا كاينه في المحكمه، والصوماجيك عارفه راسها بان راه غادي اي مواطن غادي يمشي للمحكمه، ولكن مع كطول المده في المحكمه الانسان كيأيس. انا ولد المنطقه والشركه لحد الان خدامة في المنطقة ديالنا، ها هما خدامين في المرسى وخدامين في الديبو اللي ساكن فيها انا، في الدار اللي كان ساكن فيها الغنيمي انا الحال الان ساكن فيها، لانني ما لقيتش باش نخلص لا كرا لا ضو. وحتى هاد الدار المدة ديال
6 شهور وانا ساكن فيها بالضو ديالها والماء ديالها. نهار اللي جبت وليداتي قطعوا عليا الماء وقطعوا عليا الضو وكيهدوا فيا بعض وحدين كيهدوا فيا بعض الناس. ودابا ها هي الدب المستودع اللي ساكن انا فيه هما جايبين الناس براني كيخدموا في هذيك الخدمه اللي كنخدم انا. يعني ما كنضرب سومبلاز السباغه ديكاجور وهما جايبين الناس من منطقه خارج المنطقه الجنوبيه وما خدامين كاع الناس ديال الجنوب ما كيخدموهمش ما كيخدموهمش كيقول لك ما كيعرفوا كيعرفوا الناس ديال الجنوب كيخدموا ولكن ما كيخدموهمش. كاينه واحد شويه ديال العنصريه اللي عنده الناس في الاداره وبلا ما نسمي الناس في الاداره وفي الاداره راه كيعرفوني انا الاداره ديال السوماجي كيعرفوني وعندي النوامر ديالهم وعندي اللي عنده شي ابن عمو راه كيجيبو من الفلاحه كيجيبو يخدموا في الشركه. نهار اللي كيقول له سير كنبقاو حنايا كيمشي هو كنبقاو حنايا خدامي. ودابا انا كنطالب باش تحد هذا الشيء ويخدموا الناس ديال الجنوب اللي ضايعين. ها هما ضايعين الدراري ديال الجنوب ضايعين وشكون ضيعتهم هي السوماجيك. واش انت كتمشي تجيبي براني وكتخلي ولد البلاد اللي خصو هو الاول يخدم. ودابا انا راه مضيعتني الشركه في 23 سنه لا كون جيات انا ما ساني حتى على شي وثيقه بعد في 2017 و2018 فاش علي صاحب الجلاله باش نترسموا. هاد الناس ما رسموناش هاد الناس جابوا كيهدوا فينا. يا بويدي تخلص شد الفلوس وطلع فين ما عجبك. وها هما دابا اللي حد الان حنا اللي ما سنينا في 2017 و2018 ها هما دابا كينتقموا منا وطردونا. حنا واحد رباعه ديال الخدامه كل واحد ساكن في المنطقه ها حنا طردونا لانهم انتقموا منا حيت ما بغيناش نسلم لهم في 2017 و2018 وهما دابا طردونا. وانا دابا قاعد في الشركه ما خدام مردام هذه واحد المده ديال 7 شهور ولا هي 8 شهور ما خدام مردام ما عندي حتى مدخول ما لقيت من نعطي لوليداتي ما لقيت لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.